بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت جعلت الصعب سهلا. معكم مستر محمد السيد السلموني من قناة سلموني تريدنج. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن نموذج الحرامي، أحد نماذج الشموع اليابانية المهمة في عالم التداول. وكنا قبل كده اتكلمنا في فيديوهات سابقة يفضل الرجوع إليها عن شمعة الدوجي بجميع أنواعها وأشكالها، وعرفنا إزاي يتم التداول بها، واتكلمنا كمان عن شمعة المطرقة بجميع أنواعها وأشكالها، وبرضو عرفنا إزاي يتم التداول من خلالها. النهاردة إن شاء الله هنبدأ نتكلم عن شمعة الحرامي. شمعة الحرامي هو نموذج يتكون من شمعتين، إحداهما تبتلع الأخرى، بمعنى أن الشمعة الصغيرة تكون داخل مدى الشمعة الكبيرة. وحرامي كلمة يابانية تعني المرأة الحامل. هذا النمط يتكون من شمعتين، الأولى عبارة عن جسم كبير نسبياً، والجسم الثاني صغير يجيء بداخل مدى الجسم الأول. الجسم الكبير أي الشمعة الكبيرة تعبر عن الأم، بينما الجسم الصغير أي الشمعة الصغيرة تعبر عن الجنين. وغالبا ما يكون لون شمعة الجنين مختلف عن لون شمعة الأم. وتدل شمعة الحرامي على بداية حياة جديدة للأسعار. فمثلا لو كان هذا النموذج يتكون في اتجاه صاعد، فإن الحياة الجديدة المتوقعة للمولود الجديد هي الهبوط، والعكس صحيح. إذا كان هذا النموذج في اتجاه هابط، فإن الحياة الجديدة المتوقعة للمولود الجديد هي الصعود. ومن الملاحظ أن إشارة انعكاس الأسعار تكون أكثر قوة إذا كانت بأكملها يوما داخليا، بمعنى أن يكون مدى اليوم الثاني بالكامل داخل مدى اليوم الأول، أو بمعنى آخر أن يكون جسم شمعة الجنين بالكامل داخل جسم شمعة الأم بالكامل. وهذا يظهر في صورة الجلسة التالية تكون بأكملها داخل الجلسة الأولى على الشرط. ومن المهم جدا ان نتعرف على نوع تاني من انواع الحرامي، وهو كروس حرامي. من المعروف ان الجنين يمر داخل رحم الام بعدة مراحل، فاذا كان الجنين في المراحل الاولى من تكونه تكون شمعته عبارة عن دوجي كلاسيك دوجي في صورة علامة زائد اي كروس، لذلك يسمى حرامي كروس او كروس حرامي، ويكون شكله كما هو موضح على الرسم. وعلى الشرط هتلاقيه في صورة حرامي يتكون من دوجي في الجلسة التالية بعد الشمعة الأولى التي تبتلع شمعة الدوجي، وتقع شمعة الدوجي بكاملها في مدى الشمعة الأم. واعتبر هذا النمط إشارة انعكاسية قوية، خاصة إذا ما جاء بعد شمعة طويلة بيضاء أو خضراء، ده على حسب لون المشترين اللي انت واخده على الشرط في حالة الصعود أي في حالة الشراء، أو جاء بعد شمعة طويلة سوداء أو حمراء حسب لون البائعين اللي انت واخده على الشرط في حالة هبوط الأسعار أي في حالة البيع. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك. كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلم الرياضيات بالمرحلة الثانوية ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.